ما معنى الإيمان بالقدر خيره وشره؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الإيمان بالقدر فرض على كل مسلم، وهو أحد أركان الإيمان الستة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى للأشياء، علمه بها أولا وتقديره لها وكتابتها في اللوح المحفوظ، ثم مشيئة إيجادها وإنشائها، ثم إيجادها. ولا يصح إيمان مسلم حتى يؤمن بالقضاء والقدر، وأن كل شيء يجري في هذا الكون من خير أو شر، حياة وموت، وفقر وغنى، وإيمان وكفر، وطاعة ومعصية، وكل حدوث شيء من المعدومات ووجوده بعد ذلك بعد أن لم يكن، كل ذلك بقضاء الله وقدره. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إلى غير ذلك من الأدلة. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، وهو الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه من الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يحدث شيء إلا بقضائه وقدره ومشيئته وإرادته وخلقه وإيجاده. فإذا آمن العبد بذلك واعتقده، فإن ذلك يحثه على العمل الصالح وعلى فعل الخير وترك الشر. وإذا أصابه شيء فإنه يؤمن أن ذلك بقضاء الله وقدره، فلا يجزع ولا يتسخط، وأيضا يؤمن أن أجله بيد الله، وأن الله قضاه وقدره، وأن ما كتبه الله عليه فسيجري عليه. بذلك يندفع للعمل، وبذلك يقوى يقينه وإيمانه بالله سبحانه وتعالى، ويقوى جهاده وصبره وتحمله ورضاه بما قضى الله سبحانه وتعالى وقدره. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شر فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.